مرحبا أصدقائي من صفحة Lucky Pot of Quality، واليوم الخميس واتفقنا نكمل موضوعنا عن اللصاقات على الفاكهة وأيضا الشمع على الفواكه. جربت تأكل اللصاقة بطريقة الخطأ؟ يعني إذا إحنا ما منتبهين أكلناها أو طفل أكلها أو راح بالعملية التقطيع مثلا واحد ما منتبه لها، فهي على حسب منظمة FDA لا توجد مشكلة، يعني ما تسبب تسمم لأنه food grade يعني قابلة للأكل، وحتى الصمغ اللي ملصوق عليها هو أيضا food grade ما يسبب أي مشكلة للشخص اللي يأكلها. ولكن لا تجربها بالبيت لأنه لا تضمن بأنه كل اللصاقات هي خاضعة لهذه الشروط والقوانين. طيب جربت من تمسك الفاكهة تشوفها ناعمة كأنه مغطاة بشمع؟ بالفعل هي مغطاة بشمع، وهاي الطريقة يستخدمها منذ عشرات السنين لحفظ الفاكهة. أما الطريقة هو بعد أن تنحصد كميات كبيرة من الفاكهة يقومون بغسلها من كل الشوائب والأوساخ والمبيدات الحشرية، وبعدها يقومون بتغطيتها ونقلها وبيعها بالأسواق. تريد تجرب فاكهته هي مغطاة بالشمع أو لا؟ شوف هذا الفيديو. أما إذا تريد تتخلص منها فممكن تقشير الفاكهة، بس إذا ما تحب تخسر القشور اللي هي غنية بالفيتامينات أو أنت تحبها، فممكن تغميسها بالماء والخل، حجم واحد من الخل مع حجمين من الماء. إن شاء الله دمتم بصحة، معكم سندس، وانتظروني يوم الاثنين إن شاء الله بموضوع آخر. شكرا، سلام.